طبعا هي مبادرة طيبة من أخ هو والد العريس أبو أنس الله يجزيه الخير، قام بمبادرة بأن جعل هذه الوليمة لأهالي المخيم من دمشق وريفة. يعني هذه مبادرة طيبة، وأرجو أنه كل من لديه حرص أن يقيم يعني يقيمه في المخيمات. طبعا مصاريف الصالة ومصاريف العرس كبيرة جدا. في إقامة مثل هذه الولائم يجتمع عدد كبير كما ترون لتغطية مصاريف صالة أو عرس أو سيارات من الأمر هذا. يعني مبادرة طيبة للمشاركة فيها من جميع الذين لديهم الأموال ورؤوس الأموال في الخارج. طبعا اكيد الوضع بالداخل يعني الناس كلياتها عايشه في ضائقه وعايشه في يعني حاجه، فوقت اللي بيكون فيه هيك مبادرات وصير فيه تكاتف وبصير الناس بتحب بعضها اكثر ويصير ايضا بتنسد الحاجه اللي هن عايشين فيها. اكيد هو في ايام الشام وحتى في كل مناطق سوريا بالافراح بيصير ولائم، وهي يعني من ما بس من اساس العقيده تبع الناس اللي عايشين هون، من اساس الكرم اللي موجود عندهم، فموجوده كانت سابقا وهلا بهالمبادره هاي رجعت تتجدد وتحيي هالشيء بنفوس الناس اللي عايشه هون. لا شاطليته يا ربي تمم فرحته، يا ربي تمم فرحته وانا جاي ابارك لك يا العريس. والله هذه المبادرات إن شاء الله تدخل الفرح والسرور على جميع الناس، وخصوصا من هجروا وأخرجوا من ديارهم. الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا التعاون على البر والتقوى من إطعام الطعام وإكرام المهجرين له وقع كبير بإذن الله. وكيف لا وقد كنا نسمع عن بعض الناس وخصوصا من أهل الثراء وأهل من أعطاهم الله سبحانه وتعالى وسع عليهم من أصناف المال، كان يكتب على كرت الدعوة الرجاء كل من يريد أن يرسل لنا هدية أو يرسل لنا إكليلا من الورد يدفع ثمنه عند باب الصالة للجمعيات الخيرية والفقراء، فهذا عمل رائع بإذن الله. فنقدم التهاني والتبريكات لأنس وأبي أنس ونقول لهم جزاكم الله كل خير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمكم من طعام الجنة وثمار الجنة. ولك الغوطة الشرقية ولك